يطال التغير المناخي النحل على مستويات مختلفة، حتى أن تبعاته قد تنعكس على حجم هذه الحشرات، إذ توقعت دراسة حديثة أن ترتفع أعداد النحل الصغير، فيما ستنخفض في المقابل أعداد النحل الطنان، محذرة من تأثيرات متتالية في التلقيح وكل النظام البيئي المرتبط بهذه الحشرات. وفي نتيجة الأبحاث، فإن التغيرات الحاصلة في درجات الحرارة وتراكم الثلوج وهطول الأمطار في الصيف جراء التغير المناخي يمكن أن تعيد تشكيل أنواع النحل بشكل جذري. وتلتقي هذه النتائج مع دراسات أخرى تظهر أن النحل الطنان، وهي الملقحات السائدة في عدد كبير من النظم الإيكولوجية، تتمتع بقدرة أقل على تحمل الحرارة وتنتقل عندما تزيد درجات الحرارة إلى مناطق أكثر برودة وارتفاعاً. وأشارت نتائج دراسة إلى أن حجم جسم النحل الطنان من المتوقع أن يجعله أكثر تأثراً بمناخ يصبح أكثر سخونة. وفي تقرير لافت نشر عام 2019، خلصت مجموعة من العلماء إلى أن أعداد نحو نصف أنواع الحشرات في العالم تتدهور، وأن ثلثها قد ينقرض بحلول نهاية القرن الحالي. وأصبح نوع واحد من كل 6 أنواع نحل منقرضاً على المستوى المحلي في عدد من البلدان. أما فقدان الموائل واستخدام المبيدات فيمثلان العاملين الأساسيين المسببين بانقراض النحل.